المودة مودة محمد وآل محمد، المودة مودة أميرنا علي وآل علي، المودة مودة الزهراء وآل الزهراء. جئنا إليكم نطرق الأبواب، يا خير من رد النداء جوابا. أخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم في مجلس جديد من مجالس المودة في هذا الشهر الفضيل. كما هو ديدننا في كل ليلة، أولى فقرات هذا المجلس مع حديث الكتابة والعترة مع سماحة الشيخ الغزي. سلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. كلامنا في سورة براءة أو في سورة التوبة، وقد شرعت في يوم أمس حيث تناولت الآيات الأولى من هذه السورة، وقلت بأن سورة براءة هي عبارة عن دراسة اجتماعية للمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة براءة هناك لها أسماء كثيرة بين المسلمين، وكانت هذه الأسماء في زمان رسول الله. من جملة أسمائها البحوث، وسميت سورة براءة بالبحوث لأنها تبحث في طوايا ونوايا المنافقين. كما قلت قبل قليل، السورة دراسة عن المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله، فسميت بالبحوث لأنها تبحث في مداخل ذلك المجتمع، وسميت أيضا بالحافرة، والمفسرون يذكرون بأنها سميت بالحافرة لأنها حفرت في قلوب المنافقين، حفرت في قلوب الكثيرين الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله، وأخرجت الكثير من دفائنهم. وسميت أيضا بالمثيرة لأنها أثارت ما في نفوس وما في خلجات الذين كانوا يعيشون مع رسول الله. وسميت أيضا بالفاضحة. ابن عباس يحدث سعيد بن جبير قال: كنا نسميها بالفاضحة لأنها فضحت ما في قلوب المنافقين. لكن حين نتدبر في آيات هذه السورة نجد هناك حلقات مفقودة، وهذه الحلقات المفقودة لم يشر إليها المفسرون. حين نراجع كتب التفسير، في كتب التفسير الشيعية وفي كتب التفسير المخالفة لأهل البيت، نجد أن المفسر يقفز على مواضع كثيرة وتبقى هناك حلقات مفقودة غير واضحة. وأغرب من ذلك النصوص، الأحاديث أيضا لا نملك نصوصا كثيرة تكشف لنا عن الطوايا وعن الأحداث وعن التفاصيل التي
يستشعر المتدبر في آيات هذه السورة أن هناك شيئا وراء هذه الآيات. في يوم أمس تناولت من الآية الأولى، طبعا معروف لديكم أن السورة لا تبتدئ بالبسملة، فإن البسملة مشتملة على الرحمانية والرحيمية، والسورة ابتدأت بالبراءة من الله ومن رسوله، براءة من الله ومن رسوله من كل معاهدات المشركين. شرعت في يوم أمس من الآية الأولى إلى الآية السادسة أمر مرورا سريعا على الآيات لأجل أن يكون هناك ترابط فيما بين الآيات التي مر ذكرها والآيات التي أريد أن أتناولها هذا اليوم. الآية الأولى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة يعلنها الله ويعلنها رسول الله من كل المعاهدات التي كانت بين المسلمين والمشركين. لأي شيء؟ لأن المشركين قد نقضوها. الآية الثانية: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الخطاب هنا موجه للمشركين الذين نقضوا المعاهدات، وسورة براءة جاءت لتعلن أن الله وأن رسول الله قد نقض المعاهدات أيضا معهم وأعطاهم مهلة ابتدأت من اليوم 11 من شهر ذي الحجة، تنتهي هذه المهلة في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني من السنة القادمة، يعني من السنة 10 للهجرة، لأن سورة براءة نزلت في السنة 9 بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله من واقعة تبوك. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الآية التي بعدها: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر المراد منه هو الحج الذي اشترك فيه المسلمون والمشركون، والمراد من يوم الحج الأكبر هو يوم عيد الأضحى، اليوم 10 من شهر ذي الحجة. وأذان إعلام من الله ورسوله، من الذي أعلنه؟ سيد الأوصياء. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، الخطاب للمشركين، تبتم أي أسلمتم، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم أعرضتم وبقيتم على شرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، عذاب في الدنيا على أيدي المؤمنين وعذاب في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم يخلوا بالمعاهدات ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يقفوا مع أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، شرحت هذه الآية لا أعيد الكلام، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه هي الآيات الستة الأولى من سورة براءة التي مر الكلام فيها يوم أمس. هذه الآيات تحدثنا عن أي شيء؟ تحدثنا عن المجتمع وعن الناس الذين كانوا يعيشون
في زمان رسول الله. مكة والحج فيها مسلمون ومشركون. المسلمون عندهم معاهدات، والمشركون على نوعين: مشركون لم ينقضوا المعاهدات، ومشركون نقضوا المعاهدات. المشركون الذين نقضوا المعاهدات، الله ورسوله نقض المعاهدات معهم أيضا. الذين لم ينقضوا المعاهدات، جاء الأمر بأنه يجب على المسلمين أن يفوا بشروطهم وعهودهم ومواثيقهم. كل ذلك عن أي شيء يكشف؟ يكشف عن أن المشركين كانوا كثرة كافرة وليس قلة، بحيث أن المشركين يحجون مع المسلمين، وهذا الكلام في السنة التاسعة، لم يبقى على حجة الوداع، يعني على السنة الأخيرة من حياة رسول الله، إلا أشهر. نحن الآن الأجواء في الشهر الأخير من السنة التاسعة، هذه الأيام الأخيرة من السنة التاسعة. الإعلان كان في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من السنة التاسعة، يعني إلى السنة التاسعة والمشركون عددهم كثير، إلى السنة التاسعة والمشركون يأتون إلى مكة يحجون، إلى السنة التاسعة والمشركون موجودون في مكة من أهل مكة ومن غيرها. هذه صورة مهمة جدا، لا نستطيع أن نرسم صورة صحيحة عن الواقع الاجتماعي للناس الذين كانوا يعيشون في زمان رسول الله ما لم نأخذ هذه القضايا بنظر الاعتبار. جزيرة العرب، مكة، المدينة، هناك أعداد كثيرة من المشركين، هناك من المشركين من نقض العهد، وهناك من المشركين من لم ينقض العهد. هذا يعني أن المشركين لهم قوة، وإلا لما يحتاج النبي صلى الله عليه وآله أن يعقد المعاهدات معهم؟ لو كانوا قلة، أو حتى لو كانوا كثرة وكانوا ضعفاء، لما احتاج النبي إلى معاهدات. متى تحتاج الأمة الإسلامية أو تحتاج الدولة، أي دولة من الدول، أي مجموعة من المجموعات من الناس، أي أمة من الأمم، متى تحتاج إلى عقد المعاهدات؟ إذا كان الطرف الآخر قويا، وأحد أسباب القوة هي الكثرة، وهذا هو الذي يدلنا على أن المشركين كانوا كثيرين، وكان الكثير منهم يعيش في مكة. فتح مكة كان في السنة الثامنة. الطلقاء هم مشركون. الطلقاء، موقف النبي صلى الله عليه وآله كان موقفا اجتماعيا، كان موقفا سياسيا. الطلقاء ما أسلموا وما دخل الإسلام في قلوبهم، القضية كانت قضية تنظيمية للمجتمع، وإلا متى دخل الإسلام في قلب مثل قلب أبي سفيان مثلا، أو في قلب معاوية مثلا؟ معاوية إلى أيام خلافته وهو يسعى إلى محو ذكر رسول الله، معاوية إلى أن مات وهو يسمي رسول الله ابن أبي كبشة، والحوادث التاريخية موجودة بكثرة. معاوية إلى أن مات وهو يسب عليا، والحديث عن رسول الله كان معروفا بين المسلمين: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فمعاوية كان يسب الله إلى أن مات. معاوية، أبو سفيان، أمثال هؤلاء، متى دخل الإسلام في قلوبهم؟ قضية الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه العبارة لا تعني أنهم قد دخلوا الإسلام، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أصلا العبارة تشير إلى أنهم ما كانوا على الإسلام. لو كانوا على الإسلام لقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فإنكم قد أسلمتم.
لقال لهم اذهبوا فإنكم على ديني، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن الغريب أن الناس تسمع هذه الكلمة وتمر على هذه الكلمة فلا تتدبر في معناها. وإلا الآن السورة، سورة التوبة، ترسم لنا صورة عن المجتمع. تلاحظون هناك من يأتي إلى مكة ويأتي عاريا، والروايات حتى في ذلك الحج كان هناك من النساء من تعرت ودخلت تطوف، كان هناك، وكانت هناك امرأة جميلة فاتنة جدا ما كان عندها ثياب، فنزعت ثيابها ودخلت عارية، مما شغلت الناس وقد تزاحموا عليها يطلبون الزواج منها، فأخبرتهم بأنها متزوجة. وهذا الأمر مذكور في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، يعني إلى السنة التاسعة والنساء تتعرى وتطوف في البيت والرجال يتعرون ويطوفون في البيت والمشركون يطوفون في البيت، ومكة فيها مشركون وجزيرة العرب فيها مشركون والمنافقون يملؤون المدينة، وستأتينا الروايات. وهذا هو الذي يكشف لنا عن جانب من موقف سيد الأوصياء مع الذين هجموا على بيت فاطمة، لأن المجتمع كان في حالة حرجة جدا، ولذلك كان الذي جرى على فاطمة كان قربانا لأجل أن تمشي سفينة المؤمنين ولو بخطوات وإيدة، شيئا فشيئا. لذلك سيد الأوصياء ما إن تمكن أن يخرج من المدينة خرج منها إلى الكوفة. كل هذا يكشف لنا عن صورة حقيقية للمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وستتكشف لنا صور كثيرة من خلال هذه السورة. الآية السابعة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كلام هنا لا زال مستمرا، لأن هذا الإعلان وهذا الإعلام إعلام البراءة من المعاهدات مع المشركين، إعلام صريح واضح. والآيات هنا تبين خلفيات هذا الإعلان: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون لهم عهد وقد نقضوا كل العهود وقد بدأوا يحيكون المؤامرات؟ إلا الذين عاهدتم، أين عاهدتم؟ عند المسجد الحرام، يعني هناك من المشركين من هم يسكنون يعيشون عند المسجد الحرام. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والقدسية هنا القدسية في الالتزام بالمعاهدة من جهتين: من جهة أن الله سبحانه وتعالى في شرعه يلزم المتقين بالالتزام بمعاهداتهم، ومن جهة ثانية هذه المعاهدات عند المسجد الحرام، والمسجد الحرام له خصوصية. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم، استقاموا يعني ما استقاموا، ما وفوا لكم بالمعاهدات وبالمواثيق فاستقيموا لهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهنا الباري سبحانه وتعالى يلزم المسلمين بالاستقامة بالوفاء بالمواثيق من جهتين: من جهة أن المتقين يجب عليهم أن يلتزموا بعهودهم، وإلا سيعطون صورة
سيئة عن الإسلام سيعطون صورة قبيحة عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن جهة ثانية التقديس والقدسية للمسجد الحرام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذه المجموعة الأولى من المشركين. إلا الذين عاهدتم، المجموعة الثانية، عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، يظهروا يعني يتغلبوا، تكون لهم القوة والغلبة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هؤلاء المشركون كيف يكون للمشركين؟ لأنهم نقضوا. ثم تقول الآيات كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا، لا يرقبوا يعني لا يراعوا، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل يعني القرابة، الذمة هي العهود، وإنما قيل لها ذمة لأن الذي ينقضها يناله الذم، الذم الذي هو في مقابل المدح، فقيل لها ذمة لأن الذي ينقض الذمة يعني ينقض العهد فيناله الذم من الناس. كيف وإن يظهروا عليكم، إذا ظهروا عليكم تغلبوا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعوا القرابات، باعتبار هناك قرابات بين قريش وبين الكثير من أصحاب النبي، بين قريش وبين النبي، النبي قرشي، فإنهم لن يراعوا فيكم لا إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم، ما المراد يرضونكم بأفواههم؟ أي يخادعونكم بالكلام المزوق، كما يقول الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، الكلام حلو مزوق منمق، ولكن الحقيقة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، فهو يحوك المؤامرات ويسعى إلى تدميرك وإلى إنهائك وإلى تحطيمك. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أكثرهم فاسقون، المراد من الفسق هنا أنهم لا يلتزمون لا بشرائع الله ولا بشرائع الناس، حتى بالأعراف، كما خاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أتباع آل أبي سفيان وأشياع آل أبي سفيان في يوم الطفوف، كيف خاطبهم؟ قال إن كنتم عربا كما تزعمون، إذا كنتم عربا فلا تهاجموا حرمي، لا تهاجموا نسائي، لا تحرقوا خيام النساء، إن كنتم عربا، لأن هناك كان عند العرب أعراف، لكن هؤلاء أمويون سفيانيون كمثل هؤلاء الذين تتحدث عنهم الآيات. المنهج القرشي كان منهجا سفيانيا أمويا، فما كانوا يلتزمون لا بعرف ولا بآداب ولا بقوانين كانت متعارفة في ذلك الوقت. وتأبى قلوبهم، قلوبهم ترفض، ترفض ماذا؟ ترفض
أن تفي بأي موثق من المواثيق. كيف؟ وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهود ولا شروط، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أما قلوبهم فهي ترفض أن تفي لكم بأي ميثاق. وأكثرهم فاسقون، أكثر هؤلاء فاسقون، يعني لا يلتزمون لا بعرف ولا بأدب. وإلا ليس المراد هنا من الفسق هو الخروج عن الإسلام، أساسا هم مشركون، ولا المراد من الفسق هو الفسق الفقهي أو الشرعي، أساسا هم ليس على الإسلام، حتى نأتي فنقول يرتكبون الكبيرة أو لا يرتكبون الكبيرة. فاسقون أصلا هم رافضون حتى لأعرافهم، لا يعملون بأعرافهم. والقيادة القرشية أساسا قيادة كانت مبنية على شخصيات وعلى رجالات نشأت في مجتمع، هذا المجتمع أمهاتهم حسب التاريخ عواهر، والتاريخ والحوادث التاريخية واضحة، أساسا نشأوا في عوائل لا تؤمن بالآداب ولا بالأعراف، إنما تؤمن بالمظاهر الكاذبة بسبب كثرة الأموال الموجودة عندهم، يلبسون الملابس الفاخرة، يأكلون الأطعمة الشهية، يسكنون في بيوت فارهة، لكنهم لا يمتون إلى الشرف أو إلى الكرامة بصلة، فكانوا في غاية البعد. الآن لو تصفحت تاريخ مثلا، تاريخ آل العاص، تاريخ آل أبي سفيان، تاريخ آل أبي جهل، هذه العوائل التي كانت تتحكم في مكة بسبب القدرة الاقتصادية التي تمتلكها، لو بحثت بحسب كتب التاريخ المزورة والتي ضاعت فيها الكثير من الحقائق، لوجدت أن هذه العوائل المتحكمة بالوضع القرشي بالوضع المكي عوائل منحطة، عوائل ليس لها أي قيمة من الشرف، شرفها أموالها فقط، شرفها ملابسها، لو نقبنا في التاريخ لما وجدنا غير ذلك. لذلك هنا حينما تقول الآيات وأكثرهم فاسقون، فاسقون حتى من شريعة الجاهلية، قالت وأكثرهم لأن البعض منهم لا قيمة له سواء كان فسق أم لم يفسق، من ضعفاء المشركين. الحديث هنا عن الرؤوس، عن أئمة الكفر. وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثم تأتينا هذه الآية، وهذه الآية أنا أجد فيها حلقة مفقودة، الآية التاسعة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أساسا هم لا يؤمنون بآيات الله، فكيف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ هناك حلقة مفقودة هنا، الكلام عن المشركين، عن المجتمع القرشي المشرك بعد فتح مكة. مكة فتحت في السنة الثامنة ونحن الآن في نهاية السنة التاسعة. هذه الآيات متى كان وقتها؟ في السنة التاسعة وفي نهاية السنة التاسعة. اشتروا بآيات الله، إذن الحديث عن أولئك الذين قيل بأنهم من المسلمين وتظاهروا كذلك وهم الطلقاء، الحديث يكون حتما عن هؤلاء. وستأتي الآيات، تبقى هناك حلقة مفقودة بحسب التركيب اللفظي، لربما هذه الحلقة المفقودة نشأت من تقديم وتأخير في الآيات. وقطعا الذين يعرفون علوم القرآن ويعرفون تأريخ كتابة المصحف ويعرفون أن هناك أكثر من مصحف
هناك مصحف ابن مسعود، هناك مصحف ابن عباس، وهناك وهناك هناك مصاحف، ويختلف ترتيب الآيات فيها. صحيح النصوص هي هي، لكن الترتيب في الآيات، الترتيب في السور يختلف. على سبيل المثال نفس هذه السورة، سورة التوبة، هناك خلاف بين المفسرين من مفسري الشيعة ومن غيرهم، هل أن سورة التوبة سورة برأسها أم هي ملحقة بسورة الأنفال؟ وهذا الكلام موجود، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل وحتى في الروايات، وعندنا من الروايات ما تصرح بأن سورة التوبة هي ملحقة بسورة الأنفال، لا أريد الخوض في هذا الموضوع الآن. لكن حينما نستمر في الآيات ستتضح لنا حقائق بحسب الروايات. الآية التاسعة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فلنفسر الآية كما فسرها المفسرون، فنقول بأن هؤلاء المشركين قد اشتروا بآيات الله، وأنا لا أتصور هذا المعنى لأنهم أصلا لا يؤمنون بآيات الله، لكن مع المفسرين كما قالوا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. والسبيل في روايات أهل البيت سبيل الله، روايات صريحة، سبيل الله علي وآل علي عن المعصومين. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، يعني عن دين الإسلام كما قال المفسرون، إنهم ساء ما كانوا يعملون. تعود الآية فتقول، الآية العاشرة: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الآية هنا تحدثت في مؤمن، الآية السابقة التي كانت عن المشركين بنحو عام: كيف وإن يظهروا عليكم، على كل من كان من أهل الإسلام، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. حديث هنا عن عامة من كان من أهل الإسلام، كل من يدعي بأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وآله. كيف وإن يظهروا عليكم بشكل عام، لكن الآية هنا لا يرقبون في مؤمن خصصت، والمؤمن هو من آمن بعلي وآل علي، وهذه مئات من النصوص عن علي وآل علي في هذا المعنى. القضية ليست بابا أو مجالا للبحث والنقاش. لأولئك الذين يؤمنون بعلي وآل علي، أقول القضية ليست بابا ولا مجالا للبحث والنقاش. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. قلنا إلا قرابة، وذمة هي العهود والمواثيق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا يشعر أنهم هم محسوبون من ضمن أتباع النبي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصيل الآيات يعني بيان المعاني حتى الدقائق منها حتى الصغيرة. عقدة الآيات هنا هذه الآية، الآية الثانية بعد العاشرة، هذه عقدة الآيات، عقدة الآيات التي مرت والتي ستأتينا. هذه الآية مهمة جدا، لذلك سميتها بعقدة الآيات. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، يعني هم عاهدوا وقدموا الأيمان. فأية أيمان قدموا؟ المشركون لا يعتقد المسلمون بأيمانهم،
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ما قالت الآية وطعنوا في الدين، وطعنوا في دينكم، هناك مجموعة مخاطبة، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أنا هنا أترك كلام المفسرين ولا شأن لي بهم، فأذهب إلى علي، فماذا يقول علي؟ علي يقول: الرواية ينقلها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي يرويها حنان ابن سدير الصيرفي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، حنان ينقل عن الإمام، هو يسمع الإمام في يوم من الأيام هكذا يقول: دخل علي أناس من أهل البصرة، دخلوا على إمامنا الصادق، دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا من أئمة الكفر. طلحة والزبير كانا من أئمة الكفر، وطبعا البقية الذين كانوا معهم يدخلون تحت هذا العنوان، خصوصا وأن الزبير تراجع، فكيف بالذي استمر على العداء مثل عائشة مثلا وغير عائشة الذين كانوا في المعركة. دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا من أئمة الكفر. الآن يبين كيف يكون المعنى، إن علي عليه السلام يوم البصرة لما صف الخيل، هي الأصحاب للقتال، لما صف الخيل قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، يعني حتى أقيم عليهم الحجة. فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة، هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفا في قسم، حيفا يعني ظلما في قسمة الأموال، في قسمة الحقوق. السؤال الأول: يا أهل البصرة، هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفا في قسم؟ قالوا: لا. قال: هذا يذكرنا بنفس خطاب سيد الشهداء في يوم الطفوف حين أقام عليهم الحجج، القضية هي هي. قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم، فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ طبعا هذه الأعمال هي أعمال الأول والثاني والثالث من الخلفاء الذين سبقوا. لو أردنا أن نتبصر في هذه الكلمات لوجدنا أن الخلفاء الذين سبقوا قاموا بكل هذه الأمور، لكن الآن الوقت لا يسع للدخول في هذه التفاصيل، ربما نتناولها في معرض الآيات القادمة. لكن مثل هذه الكلمة مثلا: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم، أهذا هو شأن عثمان؟ هذه القضية واضحة. فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم،
هذا شأن عمر وشأن عثمان أيضا، والحوادث التاريخية كثيرة. قالوا لا، قال فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث، يعني الذين سبقوني فعلوا هذا فيكم، فلماذا ما نكثتم بيعتهم ونكثتم بيعتي؟ قال فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث، إني ضربت الأمر أنفه وعينه، يعني حققت فيه من جميع جهاته، إني ضربت الأمر أنفه وعينه. أنا لا أجد وقتا لبيان الوجوه البلاغية والصور البلاغية في كلام سيد الأوصياء. إني ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف، يعني أنتم ما أنتم إلا على الكفر، لذلك ما لكم من علاج إلا السيف. ثم ثنى إلى أصحابه، رجع إلى أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقال أمير المؤمنين بعد أن قرأ هذه الآية والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا مذ نزلت، يعني هذه الآية لا تتحدث عن مشركي قريش، وهذه الآيات لا تتحدث عن مشركي جزيرة العرب، هذا قسم من علي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا، أئمة الكفر الذين ذكروا ما قوتلوا مذ نزلت، الآن حان قتالهم. طبعا لا تستغربوا، مثل هذا المعنى موجود في كتب القوم، في كتب المخالفين، وأنا لا أريد أن أستدل برواياتهم، لكن لو رجعت إلى تفسير الدر المنثور وإلى غيره لوجدت روايات بطرق عديدة استخرجها مشايخ الحديث عندهم عن حذيفة بن اليمان أن هذه الآية ما قوتل أصحابها، وحذيفة يتحدث بذلك بعد شهادة رسول الله، يتحدث بهذا الكلام بأن أصحاب هذه الآية ما قوتلوا بعد. هذه النصوص موجودة في كتب تفسيرهم. فأئمة الكفر كما قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية هم الزبير وطلحة ومن كان معهم. هناك كلمة أخرى ينقلها الشيخ المفيد عن سيد الأوصياء، أقتطف منها هذين السطرين، وهو يتحدث عن طلحة والزبير فيقول بايعاني طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكث بيعتي من غير حدث أحدثته. ثم تلا هذه الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بحسب رواياتنا الشيعية وبحسب روايات المخالفين هذه الآية ما قوتل أصحابها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك قلت أنا بأن هذه الآية هي عقدة الآيات. إذا فهمنا هذه الآية، الآيات التي قبلها سيتضح معناها، وربما كان ترتيبها بعد هذه الآية، لأننا إذا قرأنا هذه الآية وإن نكثوا أيمانهم، وعندنا روايات كثيرة
الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد عهد إلي رسول الله أني سأقاتل الناكثة والقاسطة والمارقة، ويأتي بهذه الآية أيضا. ومثل هذا موجود أيضا في كتب المخالفين، روايات كثيرة. يعني الذي يراجع كتب الحديث وكتب الأخبار وكتب التفسير يجد نصوصا هائلة تشير إلى أن هذه الآية هي في أهل الجمل، أئمة الكفر هم أئمة واقعة الجمل. فإذا فهمنا الآية بهذا البعد، إذن الآيات تجعل ترابط وثيق بين مشركي جزيرة العرب وبين المشركين الذين أشركوا بعد شهادة رسول الله. الروايات التي قالت بأن الناس ارتدوا بعد رسول الله، وهذه الروايات موجودة حتى في كتب القوم. الروايات الموجودة عندنا: ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3، إلا 4، إلا 5، إلا 7. بالنتيجة هناك عدد قليل. رواية تقول ارتد الناس بعد رسول الله، وفي كتب القوم في صحيح البخاري في صحيح مسلم على حوض الكوثر النبي صلى الله عليه وآله لن يقبل من أصحابه إلا مثل همل النعم، يعني أفراد قلائل، يعني الغالبية العظمى يطردهم رسول الله ويقول سحقا سحقا بعدا بعدا، لا ينجو من صحابته إلا مثل همل النعم، يعني أعداد قليلة. همل النعم يعني الإنسان حينما يملك 100 ناقة يمكن أن تضيع منه ناقة واحدة. العرب كانوا في الصحراء يملكون النياق بأعداد كثيرة. كم عدد النياق الضائعة؟ همل النعم هو هذا، يعني أن الناجين بعدد النياق الضائعة عند العرب. وهذه الأحاديث في كتب القوم، ولذلك سميت هذه السورة بالمثيرة التي أثارت الحقائق، وسميت بالبحوث التي بحثت في معايبهم، وسميت بالفاضحة. فحينما نقف عند هذه الآية، هذه الآية عقدة تكشف لنا أن هناك ترابط تواصل فيما بين المشركين قبل شهادة رسول الله وفيما بين المشركين والمرتدين بعد شهادة رسول الله. والتاريخ يحدثنا عن مخططات أبي سفيان بعد شهادة رسول الله والدسائس التي كان يقوم بها أبو سفيان وحزبه من بعده. فلذلك إذا فهمنا هذه الآية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يعني في دين علي، فالدين دين علي، وطعنوا في دينكم أيتها المجموعة المهتدية. الآية هنا تخاطب مجموعة مهتدية. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الآيات السابقة تصفهم حينما تقول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا الكلام ينطبق على الزبير وطلحة وعلى أمثالهم، لا ينطبق على أولئك الذين يعبدون الحجارة. هنا تتضح المعاني: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، عن علي، فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم تقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. في مؤمن يعني من أولياء علي، وهذا هو الذي فعلوه بوالي علي على البصرة. ماذا فعل الزبير وطلحة بوالي علي على البصرة؟ أمسكوا به
وضربوه ثم نتفوا شعره بتمامه، يعني نتفوا شعر لحيته وشاربه وحتى شعر حواجبه وعينيه وشعر رأسه، وهو من صحابة النبي أيضا ومن أهل المدينة ومن أصدقائهم، والتفاصيل مذكورة في كتب التاريخ، وأنا لا أجد وقتا هنا لأن أدخل في كل الجزئيات وفي كل التفاصيل. وقت البرنامج محدود، وأنا أحاول أن أتناول أكثر قدر من الآيات حتى نتمكن من بيان معاني السورة بتمامها، وما لا يدرك كله كما يقول سيد الأوصياء لا يترك كله. فحينئذ تتضح هذه الآية: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تلاحظون السياق يكون واضحا حينئذ، إذا تابوا بعد ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا رجعوا إلى جادة الهدى، حينئذ يكون سياق هذه الآيات واضحا متسقا مع الآية التي تحدثت عن أئمة الكفر بأنهم الزبير وطلحة. فتقول الآية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الخلاصة التي أصل إليها: هناك تعاضد، هناك تواصل بين المشركين الذين كانوا في حياة رسول الله وبين المشركين الذين كانوا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا حادثة السقيفة القوم ما تمكنوا أن يسيطروا على المدينة حتى جاءوا بأعداد كثيرة من أناس هم من خارج دائرة المدينة ومن خارج دائرة الإسلام، جاءت معهم قبائل دخلت المدينة فسيطروا على المدينة، وهذا التفصيل سنتعرض إليه، سنتعرض إليه إما في بيان معاني سورة براءة أو في برنامج آخر سنعلن عنه في وقته إن شاء الله تعالى. هذا القسم الأول من حديثي، وأعود بالحديث إلى محمد، وإن شاء الله أتم الحديث في القسم الثاني في نفس هذا البرنامج، وأسمعكم. سيدنا حاج أحمد العبادي يقول: حسين من أربع جهات من أردجي ألقى وجهه ويركع بعين النظر، حسين قمة وراية فوق القمة صار، تكبر بعين الكبير إش ما كبر. أنت شو تقول سيد؟ أحسنت. يا بحر اللطف والإحسان، يا من يا بحر اللطف والإحسان، يا من القلب باسمك يا أبو السجاد، يا من يا من ما غيرك سند بالحشر، يا من تجازي المحب بالجنة الزهية، ركن شوقي إلك ثابت ولهوى ولساني سلوت باسمك، ولهوى أعاهد ما أحب غيرك، ولهوى ولهوى وإلك روحي يا ابو اليمة هدية. صحنا يا حسين وياك للنهاية للنهاية، صحنا يا حسين وياك للنهاية للنهاية، شيعة أبد ما ننساك ونظل نمشي بممشاك للنهاية
للنهاية. يوم حرب حسين بالطف دارت ووقفت رحاها وخاضت بحور المنايا صفت ورفعت لواها. بكربلة ما كنا احنا ولا تجرعنا بضماها ونحورنا ما حزها سيف ولا تصوبنا بذاها. ولا ضلع من عدنا انكسار لا راس من عدنا انطبار لكن ولمنا على الاثار نعيش بمصاب ولدهاها نعيش بمصاب ولدهاها. قلوبنا بالطف دوم من البداية من البداية كنا بالذر أنوار صحنا يا أبو الأحرار كنا بالذر أنوار صحنا يا أبو الأحرار. للنهاية للنهاية لو حبيها كل صورنا من الأزل حتى القيامة واسم كل شيعي موالي صار بحسين اعتصامه. مسجل على اللوح رسمه والقلم خط بيه علامه. الراضع بماي الولايه موسم بنور الامام. بحسين عقله معتصم بنور العقيده والعلم وبمبدأ يظل ملتزم وكل شي اجتاز بسلامة وكل شي اجتاز بسلامة. بفكرة يصبح نبراس للبراية للبراية بفكرة يصبح نبراس للبراية للبراية. بالعزم والمجهود وبالشجاعة وبالزاد بالعزم والمجهود وبالشجاعة وبالزاد. للنهاية للنهاية أحسين أحسين الأفكار السليمة عرفت من الرسالة. أحسين الأفكار السليمة عرفته من الرسالة. أحسين صورة من محمد حادق بعرش الجلالة. أحسين ما خاصم يزيد الشخص خاصم كل ضلالة. أحسين أحسين ما خاصم يزيد الشخص خاصم كل ضلالة. حرر الناس أبو اليمة من عبودية الجهالة حرر الناس أبو اليمة من عبودية الجهالة. أحسين رمز المعتقد برواحنا حبا عقد شيعته ونوفيله للعهد شيعته ونوفيله للعهد. انجاهد الأجل بسالة انجاهد الأجل بسالة. من صميم الإيمان والهداية والهداية من صميم الإيمان والهداية والهداية. حسين ويا الشريان بالنابض بالوجدان حسين ويا الشريان بالنبض بالوجدان. للنهاية للنهاية سيد الأرض وسماها حسين ريحانة نبينا نور مصباح الهداية وللنجاة توسع سفينة. سيد الأرض وسماها حسين ريحانة نبينا نور مصباح الهداية وللنجاة توسع سفينة. وإحنا ما بين الأصلاب حسين كنا مبايعين أبد مو بيعة عواطف
بالبصيرة احنا اهتدينا، العاطفة تميل ويا القدر وتحجب عن الحق البصار، والمعرفة تقوي النظار ومن حديد تصير عانة، ومن حديد تصير عانة. يشوف ابو اليمة صار نهجة غاية نهجة غاية، يشوف ابو اليمة صار نهجة غاية نهجة غاية، ومن حقايق معناه يمشيه الحق وياه للنهاية للنهاية. وين ما يدور ابو اليمة الحق يظل وياه مداره، تاج بربوع العدالة حسين من الله اختيار، وصار للمخلوق قدوة وكل أبي سار بمساره، والمحبي هي تميز دون خلق الله بشعاره. المحب لو صوته هتف يصدح شعاره والهدف، والأسرار قلبه لو كشف يصدق بدم قراره يصدق بدم قراره، ويظل يزف الرواح للمناية للمناية، ويظل يزف الرواح للمناية للمناية. وعشق الحسين يصير للنفس بتطهير، وعشق الحسين يصير للنفس بتطهير للنهاية للنهاية. المؤمن الثابت يقينه، المؤمن الثابت يقينه، يضحي دمه من يبايع وبيعته بعناقه، لابد تبقى وبفعله يشايع، مو مثل بيعة الكوفة أدورها فلاك المطامع، عالورق كتبت النصرة عالورق كتبت النصرة، وبالفعل قامت تخادع بموقفها ماكو بالملل، تبايع شبل خير العمل، قالوا لا احنا بلا وجل دونك نخوض المصاريع دونك نخوض المصاريع. وتالين كراه القوم بالغواية بالغواية، وتالين كراه القوم بالغواية بالغواية، ولنحقدهم طفاح علي يريد الإصلاح، ولنحقدهم طفاح علي يريد الإصلاح للنهاية للنهاية. الذي بايع إمامه الأمر يبدي بامتثاله، إش ما علي أجارة سنينه يقوي بحسين اتصاله، وإحنا آمنا وعرفنا حسين سر الله وجماله، وإحنا آمنا وعرفنا حسين سر الله وجماله. عيوننا مو للثواب ويهل دمعها، لا والله عيوننا مو للثواب ويهل دمعها، أعلى الجرالة شيعة ظل طول الدهار يهمل دمعنا دم حمار، ما ننسى ما ننسى ما ننسى من صاب الحجاير، البيت صوب قلب أمه وقلب طاها وقلب حدار. يا ابو اليمة شرف حبك شمن، اش كتبنا على القلب تدري شمن، وحق رب الذي جامع شمن شمن، منعوفك يا بن سيد البرية، وسيلة وسيلة أهل الدمع من عيني، وسيلة وسيلة وكتبة بصفحة مصابك،
وسيلة وسيلة غير أبد ما عدنا غيرك أبد ما عدنا وسيلة 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 حبك فرض من رب البرية حبك فرض من رب البرية. سنت سينا طيب الله أنصاص الله عليك إن شاء الله مولاي الله يسلم. سيدنا سيد مؤيد قبل ما ندخل الاستوديو كنت أسمعك تردد هذه المقولة الأخ السديد والولي الرشيد بلي. الشيخ المفيد. إذن حلقتنا اليوم عن الشيخ المفيد إن شاء الله. زين أعزائنا المشاهدين هذا انتقال لقناة الكشكول الفضائية وراجعين ويا سيد مؤيد الحسيني والشيخ المفيد انتظرونا راجعين. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الماشي والذي نستضيف فيه الأستاذ الفاضل أبو دجوجة. أهلا وسهلا أبو دجوجة. أهلا ومرحبا بكم وسهلا. يا أهلا وسهلا. اليوم نريد حلقة مميزة وما نريد نتناقر مثل كل حلقة، فش تقول لو نبدي حلقتنا اليوم بنوادر الشعر؟ سروري ألا نتناقر، سروري هذا. نعم. ولكن هل تستطيع؟ نسأل الله. إن شاء الله تمشي عدل وإن شاء الله ماكو شيء. سأتحفك بشيء من نوادر الشعر. نعم. كنت جالسا أحد الأيام عند الوالي فدخل غلمانه ومعهم فتيان، فسأل الوالي أحدهما قال ما اسمك؟ ابن من أنت؟ انتسب. فقال الفتى أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا على باب داره فمنها قيام حوله وقعوده. نعم. فقال له إنك ابن أجواد العرب. وأمر له بألف دينار. ثم قال للآخر ابن من أنت؟ انتسب. فقال أنا ابن من ذلت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها خاضعة أذعنت لطاعته يأخذ من مالها ومن دمها. فقال له إنك ابن سيد السادات وأمر له بألف دينار وانصرف. فلما انصرف قلت للوالي أما الأول فكان أبوه يبيع الباقلاء المسلوقة، لذلك قال ترى الناس أفواجا على باب داره فمنها قيام حوله وقعوده، يعني يأكلون باقلة شي واقفة وشي قاعدة. وأما الآخر الذي قال خاضعة أذعنت الرقاب له يأخذ من مالها ومن دمها، فهذا ابن حجام كان يحجمهم ويأخذ من مالهم ومن دمهم. فضحكنا وضحك الوالي وقال لقد فلت. يعني فتنت، نقدر نقول فتنت عليهم. لا ليس الأمر كذلك، ولكن ذكرتها للطريفة وهم قد مضيا، لو كنت فتنت لقلت في حضورهم. نعم. جواب مقبول ذكي. شكرا شكرا. زين سولفنا عن هذا صاحبك اللي كان وياك اللي ادعى النبوة او قال أنا نبي، وشون يعني صارت الشغلة لو كنت وياك؟ دونت هذه الطريفة في باب قصص السلاطين والأمراء. نعم. في أحد الأيام كنت جالسا عند أحد الأمراء ودخل الحاجب وقال إن بالباب رجلا يقول إنه قد بعث إنه نبي. فقال الأمير علي به، فخرج الحاجب سريعا وقال له ادخل. فلما دخل قال له الأمير من أنت؟ قال أنا نبي بعثت للتو. قال وما آية نبوتك؟ قال أغمروا في قلوبكم شيئا وسأنبئكم به. فقال الأمير قد أضمرنا. قل ما أضمرنا. فقال لقد أضمرتم جميعكم إنني كاذب. فضحك الجميع وقالوا صدقت. ثم قال له الأمير قال له تعال مبين لك قام تعال قدنا.
واتهم وياه على الواز بعد شيت سبقته بكثير الصبح نعم سبقته بكثير. زين أسألك سؤال وأريد يعني الجواب بصراحة كما يعني عودتنا أنه الجواب بصراحة على أسئلتنا. ابن دجوجة هل أنت تنبل؟ لا تعليق، لا تعليق مطلقا. يعني تنبل؟ سأقص عليك قصة واقعية وعليها أن تقص، ولكن يقول لست تنبلا. مزين. في إحدى سفراتي نزلت في نزل للمسافرين وكان في ذلك النزل شخصان قد سبقاني وصرت معهم في نفس الغرفة وبقينا نتحدث، فإذا بالسماء قد هطلت مطرا غزيرا كأفواه القرب، فلاحظت أن الأول قد ذهب سريعا وأخذ شعدة هدوم ونشرها على الحبال، الآخر أخرج أوان الطبخ التي قد جمعها منذ فترة طويلة وأيضا نشرها تحت المطر، فسألتهم لماذا فعلوا ذلك؟ فقال الأول أنا يعني ملابسي نظيفة مجرد تحتاج تعلاية عليها، فأنا جمعها وأنشرها من تمطر الدنيا، من يتنقع أنا أعصرهن ورد أشرهن على الحبل يابسن طهرن ونفن. الثاني قال أنا أوان الطبخ أنقحها على المطار وبس أقلبه وهم ينظفن بسرعة. بعدين سألت فطلعوا ذولا يعني واحد يجمع ملابس مال سنة وينتظر المطر، واحد يجمع مواعين مال سنة وينتظر المطر، فمثل هؤلاء التنابل لم أرى في حياتي. وكما قلت لك إحنا قصة حدثت أمامي. نعم بس احنا اللي نعرفه انه انت تنبل مع النوم. كلا وألف كلا، وكيف أنام وقد أتيتك من تلك القرون البعيدة، ربما غيري من يفعل ذلك. العموم هي هاي أنت قلت في بداية اللقاء أننا لا نتناقر، ولا أظنك بدأت تتناقر. ما يعني ما أقدر ما أناقرك، لأنه الأمثال تسولفها والشغلات اللي شايفها واللي قريتها عنك يعني يوحي أنه أنت تنبل قوي. لا تعليق كما تحب. لا تعليق. زين عندك شيء بعد عن التنابل؟ أكو مثل يقول تنبل أبو رطبة هي شيء؟ نعم لقد دولت هذا المثل في ديواني. بس لا تشيل الديوان، خلي بمكانه. لا تشيل. فقط أقرأ على المشاهدين. نعم. اسم الديوان، أن ديواني هذا هو وديوان ابن الأحاديث المحلوجة بها العدل والعوجة بقلم ابن دجوجة. نعم. في هذا الديوان وفي باب قصص الأمثال شرحت لنا أستاذنا الفاضل، دونت أرجوك شرحت لنا والناس كلها صار عندها علم بهذا الديوان ومحتوياته وفصوله الخمسة والفروع المتفرعة عن هاي الفصول. فسكمل لنا على هذا المثل. نعم مثل تنبل أبو رطبة. أبو رطبة. نعم. كان أحد الأشخاص تنبل وجاء ولده وكان تنبل أكثر منه. فانزعج الوالد من الابن. فلا يجتمعان تنبلين في مكان واحد. نعم. فقال الوالد للابن سأخذك إلى شيخ التنابلة. أنت لا تعرف أصول التنبلة، وأراد أن يتخلص منه. فأخذه إلى شيخ التنابلة، وكان شيخ التنابلة مع مجموعة من التنابل يقيمون على ضفاف دجلة يأكلون من الرطب الذي يتساقط من النخيل ويشربون من دجلة ومن السواقي القريبة منهم. فأخذه وقال والده لشيخ التنابلة، قال إن هذا ابني لا يعرف أصول التنبلة وأريدك أن تبقيه عندك وتعلمه وصول التنبلة. نعم. وإذا تخرج على يديك أعطيه شهادة أقرأها منك بأنه قد تعلم وصول التنبلة حتى أقبله في بيتي. قال شيخ التنابل هذا الشاب، قال له روح انسدح جوا ذيك النخلة
والرطبة توقع كلها وتعطش ساقي يمك وما مطلوب منك لا شغل ولا عمل, حالك حال باقي التنابل. فهذا الشاب هم من سدح جوا النخلة وقعد تمراية بصفه رطبة, فصاح رحم الله والدي اللي يمر منا أنا يخلي هاي الرطبة بحلقي. فسمع شيخ التنابل جاء قال له هاي شهادة من عندي راح اكتب لك بيها, انت تنبل ونص من قاعك, روح قل لابوك هذا ما يحتاج وصول التنابل هذا تنبل ونص. وقاله وقدم له وقال له الله وياك. بس طويلة كانت كلش, يعني نكاتكم حقيقة ما أعرف كنتوا تسولفوها هيك يعني. اسمع هذه من وقتنا هذا. اي قل. يقولون أعزائي المشاهدين فد يوم فد تنبل راح للحلاق, فقعد جوا الحلاق ودنق, فالحلاق سأله شعر لو لحية؟ قال لا لحية. قال له شيل راسه؟ قال لا لا أسويها شعر. هذه النكات الخفيفة على السريع, لأنه حقيقة عندما أسمع أنه ده تطول بالنكات والمشاهدين يعني يذمرون. حسن أنقل لك طريفة قصيرة أيضا تتعلق بالتنابل. في أحد الأيام كنت في أحد المساجد ودخل إعرابي يصلي, وكنت قريبا من أسمعه ماذا يقول, فتوجه إلى القبلة ونوى الصلاة ثم قال قل هو الله أحد قاعد على الرصد مثل الأسد لا يشبهه أحد, وركع وسجد وقام بالركعة الثانية من نفس الشيء قل هو الله أحد قاعد على الرصد مثل الأسد لا يفوته أحد, وتشهد وأنهى الصلاة. قلت له ما تصنع, هذه ليس الصلاة وهذا ليس قرآن. فقال إن الله ليس سفلة مثلك حتى لا يقبل صلاتي, أنا أقصده وأدخل بيته وأصلي ولا يقبل, إن الله كريم. قلت حسنا إن الله كريم, ولكن هل لا تعلمت؟ فقال العجز يمنعني من ذلك. فانظر إلى هذا التنبل, يعني بدل صلاته وبدل القرآن بس في سبيل أن لا يتعلم. نعوذ بالله من هكذا عجز وهكذا تنبل. والله نعوذ بالله من سوالفك. يا صار لك نص ساعة تحكي وبعدين تقول لي لا. عموما الفضول, الفضولية, تعرف الفضولية؟ نعم. فضولي, الإنسان الفضولي تعرفه؟ بلى. زين كيف لا أعرفه؟ طبعا تعرفه كل زين. عندك شيء عن الفضولية؟ الناس الفضولية اللي تحشر نفسها بكل صغيرة وكبيرة. لدي طريفة في هذا المضمار. هم طويلة مثل القبل؟ دعني أكمل, تذكرتها للتو. مررت بأحد الأيام بحي من أحياء العرب, وكانت هناك حجرة كبيرة, فجلست لأستريح بقربها, فوجدت مكتوب في ورقة تحت هذه الحجرة أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. فكتبت, أخذني الفضول فكتبت تحت هذا البيت يداري هواه ثم يكتم أمره ويخشع في كل الأمور ويخضع في كل الأمور ويخشع. ثم مضيت وجئت في اليوم الثالث فوجدت مكتوب تحت البيت الذي أنا كتبته كيف يداوي والهوى قاتل الفتى وروحه في كل يوم تتقطع. فكتبت تحته إذ لم يجد صبرا على كتمان سره فليس له شيء سوى الموت أنفع. ومضيت وعدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقى ميتا قرب هذه الحجرة, ووجدت الناس قد اجتمعت حوله, فسألت ما الخبر؟ قالوا إن هذا الفتى قد أحب فتاة وأشغف بها حبا, وهي قد كتبت له بيتا من الشعر تأمره إن لم يستطع بكتمان سري فالموت أنفع له, وقد فعل ذلك. فقلت في نفسي لابد لي من الهروب وإلا افتضح أمري,
وصارت دية الرجل برقبتي ثم هربت. إنما بس فضولي مو طبيعي يعني، أنت فضولي قوي الله يوفقك. إنما قتله عشقه. قتله عشقه؟ لو قتله فضولك يا فضولي. لا كلا، إنما قتله عشقه. إن العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض. المهم قتلت هذا الشاب يعني، الله هو بعد ينتقم منك. مو قلت ما نتناقر؟ ما أقدر، هاي سوالفك لازم واحد يعني، يعني لازم الإنسان يحكي ضميره بهيجي أمور. عموما نكمل البرنامج. إن اشتهر أبو نواس بمدامنته لهارون الرشيد. نعم. فتحفظ شيء من هالقبيل؟ كان أبو نواس من ندماء هارون الرشيد. نعم. يحضرني الآن طريفة حصلت مع أبو نواس وهارون الرشيد. نعم. كانت لهارون الرشيد جارية. نعم. سمراء جميلة يعشقها هارون الرشيد، وكان اسمها خالصة. خالصة. وهي خالصة الجمال. وكان الرشيد قد أهدى لها من الحلي والجواهر ما لا يعد ولا يحصى. وكانت كثيرا ما تتجمل بهذا الدور وهذه الجواهر وهذه الهدايا الثمينة. فدخل أبو نواس إلى مجلس هارون الرشيد وكانت خالصة في المجلس جالسة، فأنشد أبو نواس أبياتا بليغة في مدح هارون الرشيد، إلا أن هارون الرشيد لبسه لبسة قوية ولم ينظر إليه، وبقي ينظر إلى خالصة ويحدثها. فخرج أبو نواس وكتب على الباب: لقد ضاع شعري ببابكم كما ضاع در على خالصة. الله. انتهى المجلس، خرجت خالصة قرأت على الجدار مكتوب: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. فصارت تبكي ورجعت إلى هارون وقالت له: يا مولاي انظر ماذا كتب عني أبو نواس، هل أنا فعلا ضاع هذا الدر وأنا لست جميلة وقبيحة؟ فغضب هارون، غضب وأخذته الغيرة، ومثل هارون لا تأخذ الغيرة إلا على الجواري لا على النساء. أي أخذته الغيرة، صعدت عدة. فقال: علي به. أي جابوه. قال: ما كتبت. أبو نواس عندما جلبوه ماذا صنع؟ مسح ذيل العين. مسح ذيل العين. فماذا صار بيت الشعر؟ صار بيت الشعر: لقد ضاء شعري ببابكم كما ضاء در على خالصة. قال له: يا مولاي لقد كتبت لقد ضاء شعري ببابكم كما ضاء در على خالصة. قال: ويحك. خرج فإذا فعلا قد كتب ذلك، فأجازه وضحك وأعطاه من الهدايا وقال له: لقد نجوت يا خبيث. لطيفة. أي شيء آخر عن أبو نواس وهارون؟ أبو نواس قصصه كثيرة. في أحد الأيام كان أبو نواس يمشي بين، بس اختصر يعني، هاي كانت كلش طويلة والله يعني حقيقة. سأذبحها اختصارا لعلك ترضى وتهدأ وتسكت لهنية. نعم. كان أبو نواس يمشي بين قصور هارون الرشيد فرأى جارية جميلة جدا ومعها بعض الجواري، فقال لها مغازلا: ما تصنع الحور بين الدور؟ فقالت له: وما يصنع الشيطان بين الحيطان. وأظن أن هذا 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 أعتقد أحلى مسك ختام. هاي ختام يقال هذه ختام هو حور والله مبين شياطين. أعزائي المشاهدين تصبحون على خير، ورزقنا الله وإياكم من الحور العين، وجنبنا المرض والشياطين، ومع السلامة. لو تسمح لي بلحظة انتهى البرنامج أو الويحوظات. انتهى البرنامج لأننا لم نتطرق إلى القصص القصار. يا قصص قصار. سلام عليكم. مسطول دخل إلى بقال
قال له عندك فاصوليا خضراء؟ قال له لا والله خلصت. قال له بعد عندك يا لون؟ سفي ماله ها هي صحيت ها هي صحيت. حلقة جديدة وجميلة وكان فيها ابن دجوجة أجمل. إذن سيدنا مع الأخ السديد والولي الرشيد مع الشيخ المفيد. فضل سيدنا. أحسن أحبة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم واستجاب دعواتكم. اليوم أنا أتحدث لكم عن الشيخ المفيد وعن جد الشيخ المفيد اللي هو سعيد بن جبير رحمة الله على روحه، لأن الشيخ المفيد هو اسمه محمد بن محمد بن النعمان النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير رحمة الله على روح، وهو من ذرية ربيعة. الشيخ المفيد ولد في بغداد في سنة 336، وهو من عائلة شيعية وموالية لأمير المؤمنين، لأن جده سعيد بن جبير قد قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي بسبب موالاته لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. الفترة التي نشأ بها الشيخ المفيد هي فترة صعبة وحرجة للغاية لأسباب عديدة، منها أنه غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وموت السفير الرابع علي بن محمد السمري بسنة 329 للهجرة، وبسبب هذا الانقطاع فإن الشيعة في ذلك الوقت يعني أصبحوا في حيرة، وبما أن المخالفين كانوا في بغداد وكانت الشيعة كذلك مركزها في بغداد، فمرت محن كثيرة على الشيعة في تلك الفترة وخاصة في فترة الشيخ المفيد، لأن الشيعة كان مركزهم ومركز التشيع هو كان في بغداد لوجود السفراء الأربعة للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك وجود الدولة العباسية في بغداد، هذا مما ساعد على كثرة الاشتباكات والقتال بين المخالفين وبين شيعة أمير المؤمنين، حتى أن يعني أهل التاريخ يذكرون أنه ما مرت سنة على الشيعة وخاصة في شهر محرم إلا ويهجم المخالفون على الشيعة في بغداد، يعني ماكو سنة مرت على الشيعة في تلك الفترة إلا والمخالفين يهجمون على الشيعة في بغداد، وخاصة في أيام شهر محرم وخاصة في يوم العاشر، حتى يذكرون في إحدى المرات أنه جابوا فد جمل وركبوا عليه فد مرة، وجابوا فد رجل على أساس هذا طلحة وهذه عائشة، وأرادوا أن يعيدوا معركة الجمل في ذلك الوقت، فكانت هنالك حروب يعني باللسان وكذلك حروب في السيوف والقتل. فالشيخ المفيد رحمة الله على روحه درس كل كتب المخالفين، كل كتب المخالفين قرأها وحفظها على مود يرد على الشبهات التي كانت يطرحها المخالفون على الشيعة، حتى يذكر أنه ما وصل يده إلى كتاب من كتب المخالفين إلا قرأه وحفظه، لأنه كان شديد الذكاء وله حافظة قوية جدا، وكان يأتون المخالفين إلى مجلس الشيخ المفيد ويناظرونه فكان يفحمهم، لذلك هم كانوا يكرهونه كرها شديدا، يعني هواية كانوا يكرهون الشيخ المفيد رحمة الله على روحه.
الشيخ المفيد أسس فد مدرسة، هاي المدرسة على مود يطلع من عندها علماء، وهذه المدرسة تأخذ مسيرها في التشيع. من ضمن هؤلاء العلماء الذين درسوا وتخرجوا من مدرسة الشيخ المفيد هو الشريف الرضي والشريف المرتضى، حتى يقال أن الشيخ المفيد رأى في عالم المنام أن فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام جاءت بالحسنان، وقالت للشيخ المفيد: يا شيخ درس هؤلاء أولادي، هذين الولدين. قعد من النوم فاطمة الزهراء عليه السلام تجيب لي الحسن والحسين وتقول لي درسهم، من أنا حتى أكون بهذا المقام؟ فبعد ساعتين أو ثلاثة أجت فاطمة أم الشريف الرضي والمرتضى وقالت للشيخ المفيد: أريدك تدرس لي هذول أولادي. فافتهم الرؤية اللي شافها في ليلة البارحة. تخرج كذلك من هذه المدرسة النجاشي وكذلك الطوسي وعلماء كثيرون. بعد ذلك أسسوا الحوزة العلمية في النجف الأشرف، يعني استمرت هذه المدرسة، ومن بعد ذلك في الحوزة العلمية في قوم في الفترة المتأخرة. الشيخ المفيد له مؤلفات كثيرة، منها الإرشاد والاختصاص والأمالي، كثيرة جدا، يعني بين الكبيرة والصغيرة مؤلفاته ربما تصل إلى 200 كتاب تقريبا. وكذلك الشيخ المفيد كانت له كما قلنا مناظرات عديدة مع المخالفين وكان يفحمهم، لذلك كانوا يكرهونه كرها شديدا، حتى يقول يعني الخطيب البغدادي يقول عنه أنه لما مات يقول: أراح الله أهل السنة منه. وهذا واضح ودليل قاطع على أن الشيخ المفيد كان قد أفحمهم كثيرا، وهذا موجود، مناظراتهم موجودة في الكتب. رحمة الله على روحه الشيخ المفيد توفى في 3 رمضان من سنة 413 للهجرة. كان الشيخ المفيد له علقة خاصة بالإمام صاحب العصر والزمان، وكانت له علاقة واضحة ومكانة مرموقة عند الإمام المهدي عليه السلام، وذلك يظهر لنا من رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد. عندما يبدأ في رسالة الإمام يبدأ في رسالته يقول له: للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. فهذا يظهر أنه الشيخ المفيد له مكانة عظيمة عند الإمام صاحب العصر والزمان. عندما مات الشيخ المفيد فرح المخالفون كثيرا، حتى يقال أنهم كانوا يوزعون الحلوى في ذلك اليوم. مع العلم رغم هذا كان تشييع الشيخ المفيد تشييع كبير جدا، 80,000 شخص خرجوا خلف جنازة الشيخ المفيد وشيعوها، وطلب أن يدفن عند باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ويذكر أيضا أن هنالك أبيات شعرية كتبت على القبر، هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام صاحب العصر والزمان: لا صوت الله، لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن غيب في جدتك الثرى فالعدل والتوحيد فيه مقيم. وبهذا أنا أكون قد انتهيت من الجزء الأول من حياة الشيخ المفيد، وأنتقل إلى حياة جده وهو سعيد ابن جبير رحمة الله على روحه. سعيد بن جبير هو ممن عاصر الإمام علي بن الحسين سلام الله عليهما، وكان من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سعيد بن جبير عاصر الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الحجاج
من بعثه عبد الملك ابن مروان قال له اقتل كل من تشيع لعلي بن أبي طالب، أي واحد تشوفه من موالين علي بن أبي طالب وقتله. فبدأ كثير من الناس قتلهم، قتل ميثم التمار، كميل ابن زياد، كثيرين خلق كثير، يعني يقال أنه قتل 120 ألف واحد من الشيعة في ذلك الحين. بنى له سجون كبيرة، مطامير في مدينة واسط. فبعث في يوم من الأيام بعث على سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير يعرف أنه هو راح ينقتل لا محال، لأنه الحجاج كان يودي على كثير قبل سعيد بن جبير، واللي يودي عليهم بسبب شيعهم ما يقتلهم. فودى عليه، أجى أول ما طب سعيد قال السلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليكم. المهم هو بدأ يسأله على مود يستصغر قدره، هو يعرفه زين. قال له أنت منو؟ شو اسمك أنت؟ يعني على أساس ما يعرفه. قال له أنا اسمي سعيد ابن جبير. فالحجاج قلب اسمه، قال لا أنت شقي ابن كسير. قال له أمي أعلم باسمي حين سمتني. قال له إذن شقيت وشقيت أمك. وهذا المنطق، منطق مع الفد واحد مثل ما نقول ابن شارع، يبدأ بالغلط على المقابل مع العلم أنه هذا إنسان وحده لا ناصر إلا ولا معين، والحجاج يمتلك دولة وقوة وحرس والجلاد والسياف واقف فوق رأسه. قال ما تقول في علي بن أبي طالب؟ أنت شو تقول بعلي؟ قال علي أمير المؤمنين وإمام الهدى. قال له شو تقول بي وماذا تقول فيه؟ قال تلقى الله ودماء المسلمين في رقبتك وأنت إمام جار. قال له عجيب، تقول هيجي وما تخاف من عندي؟ قال لا ما أخاف من عندك، لأن مثل سعيد جبل أشم ما يخاف من هذا الذر. قال لا ما أخاف من عندك، لأني سامع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، وأنت إمام جائر. فأراد أن يغري، جاب له أكياس من الذهب وأكياس من الفضة. فسعيد ما ينغرب هذه الأمور، قال له هذه سوف تكون عليك بالآخرة، تحمى في نار جهنم وتكوى بها جبينك بهاي النقود اللي أنت جامحها. قال له زين، أنا راح أقتلك فت قتلة ما قتلت أحد قبلك مثلها، فاختار لنفسك شنو القتلة تريدها. سعيد قال له أنت اختار لنفسك أي قتلة تريد قتلك بيها باكر، لأن مثل ما تقتلني اليوم أنا باكر هم راح أقتلك، تحرقني أحرقك، تصلبني أصلبك، أنت بكيفك، شو تريد تختار أنت لنفسك اختار. فقالهم ضربوا عنقه، من رادوا يضربون عنقه توجه إلى القبلة، فقال وجهت وجهي وسلمت أمري إلى فاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الحجاج قال لهم لا، ديروا لا تخلونا على القبلة، ديروا على غير مكان وقتلوا. فسعيد قال أينما تولوا فثم وجه الله. قال لهم لعد نوموا على القاع، نوموا على الأرض. فسعيد قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهنا بدأ يضحك سعيد ابن جبير، بدأ يضحك. وعجيب هي هنا الشجاعة اللي بينت عند سعيد، إنه السيف على رأسه والقضية منتهية وهو يضحك لا يبالي بمسألة القتل. فتعجب
الحجاج ابن يوسف الثقفي تعجب، قال له أنت ليش جاي تضحك؟ قال له أضحك لجرأتك على الله وحلم الله عليك، اللهم اجعل آخر من يقتلني الحجاج. يقول المهم ضرب عنقه استشهد رضوان الله تعالى عليه. الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة هذا العبد الصالح سعيد بن جبير. الحجاج ما تمكن أن يقتل أحد بعد سعيد أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ابتلاه في مرض. المرض يقولون يعني الحكماء اللي كانوا يزورون الحجاج إنه أمعاءه كلها انترست دود، الله سبحانه وتعالى حشى بطنه دودا، فكانوا يجي الحكيم يخلي فد لحمة فد خيط وينزلها إلى معدة الحجاج، ورا دقائق يسحبونها لهذه القطعة مع اللحم يلقونها متروسة دود، فكان لا يستطيع أن ينام الليل، يعني معدته ومعاه كلها جاي يأكل بها دود، ما يقدر يهدأ ليلة واحدة، ما يقدر يهدأ. وإضافة ذلك إذا أخذتها الغفوة شوية كأنه يقول أنا كل ما يقعد يقول كأنه أنا أسبح بأنهر من دم، ويومية سعيد جاي يجيني ويقتلني، يومية سعيد جاي يجيني ويقتلني. وإضافة لذلك كان يشعر بالبرد، يجيبوا له دفايات حطب يخلون دائرة مدائرة بحيث أنه الغرفة مالته تصير كأنها مثل التنور مثل الفرن، وهو بعده يرجف من البرد. يقول بقى على هذه الحالة هو يصيح مالي ولي سعيد مالي ولي سعيد مالي ولي سعيد إلى أن يبس جسمه ومات لعنة الله على روحه النجسة. أخ محمد إن شاء الله أكون قد بينت فد شيء عن الشيخ المفيد وعن سعيد طيب بن جبير. على ما أذكر سيدنا أنه قبر الشيخ المفيد هو داخل قبر الإمام موسى بن جعفر، نعم مو خارج الصحن، نعم نفس الصحن. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله زيارة. آمين يا رب العالمين. نكمل مع حديث الكتاب والعترة مع الجزء الثاني من حديث الكتاب والعترة مع سماحة الشيخ. تم الحديث في الآية الثانية بعد العاشرة من سورة التوبة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الزبير وطلحة إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الآية التي بعدها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآية هنا إذا قلنا بأن الآية السابقة هي في طلحة والزبير، والحديث في الآية السابقة عن قوم نكثوا الأيمان، والذي يبدو أن الآية اللاحقة متصلة بالآية السابقة. الآية السابقة: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر. الآية التي بعدها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هم نفسهم، وهموا بإخراج الرسول. يعني هذا هنا سؤال كبير، كيف هم هؤلاء بإخراج الرسول؟ أنا قلت في هذه السورة هناك حلقات مفقودة، كيف هموا بإخراج الرسول؟ هذا يكشف عن مخططات، عن مخطط كبير، وهذا المخطط نسجت خيوطه في زمان رسول الله. ونحن لا ننسى هناك مجموعة عندنا ذكرت في الروايات، المجموعة التي تسمى بأصحاب الصحيفة،
هؤلاء أصحاب الصحيفة مجموعة من صحابة النبي اتفقوا على مخطط وأودعوا هذا الاتفاق في صحيفة سموا في روايات أهل البيت بأصحاب الصحيفة، اتفقوا على أن إما أن يقتلوا رسول الله وإما أن يزوا الملك الخلافة والإمامة والوصية عن أهل بيت رسول الله، وهذا الموضوع مفصل في رواياتنا. فلربما الآية تتحدث عن هذا المضمون، لأننا إذا اتفقنا وهذا هو الاتفاق الصحيح بحسب روايات أهل البيت، الآية وإن نكثوا أيمانهم هي في الزبير وطلحة ومن أمثالهم ممن جاءوا من بعدهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، لأن المشركين ما هموا بإخراج الرسول وإنما جاءوا لقتله. إذا كانت الآية هنا تخاطب المؤمنين بأنكم كيف تقاتلون المشركين، كيف لا تقاتلونهم، فلا بد أن تذكر أسوأ أفعالهم، لا أن تقول هموا بإخراج الرسول وهم قد جاءوا لقتله. هم ليس فقط هموا بقتله وإنما جاءوا بسيوفهم لقتله، ودخلوا إلى بيته لكنهم وجدوا عليا، وبقيت محاولات المشركين مشركي قريش لقتل رسول الله متصلة، والحروب كثيرة، وغزوات النبي بلغت إلى 80 وكلها مع قريش وأحلاف قريش. الآية هنا تقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هم قريش بإخراج الرسول ليس هي الجريمة الكبرى، هناك جرائم أكبر. فإذا كانت الآية تريد أن تبين أكبر جرائم قريش كان المفروض أن تتحدث عن مخطط قريش لقتل رسول الله، والآية جاءت بعد الآية السابقة، فهذه الآية تشعر بوجود مخططات، هناك اتفاقيات كانت تجري حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا المعنى أيضا أشارت عندنا جملة من الروايات ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، إلا أن يكون المراد من الرسول هنا عليا صلوات الله وسلامه عليه بحذف وصي الرسول، مثل ما تأتي عندنا آيات قرآنية يذكر فيها اسم الله والمراد منها، كما تقول الآية مثلا وجاء ربك، جاء ربك يعني وجاءت حجة ربك، وإلا فإن الله ليس هو في مكان حتى يجيء إلى مكان آخر، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني جاءت حجة ربك، جاء رسول ربك، فيمكن أن يكون التعبير هنا بوصي الرسول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، بإخراج وصي الرسول، بإخراج خليفة الرسول، وهم بدأوكم أول مرة. إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن طلحة والزبير حتى في ساحة المعركة هم الذين بدأوا بإطلاق السهام والحراب، ونفس الشيء يتكرر في واقعة الطفوف، أول من أطلق السهم عمر بن سعد وقال اشهدوا لي عند الأمير، ثم جاءت السهام كالمطر، لذلك سيد الشهداء التفت إلى أصحابه قال هذه رسل القوم إليكم، لأن الإمام قال لهم إني أكره أن أبدأهم بقتال. فمتى وقعت المعركة؟ بعد أن وصلت السهام من الأمويين. القضية هي هي والأحداث هي هي، لو أردنا أن ندرس تفاصيل الوقائع نجد هناك مشابهة في كثير من جهاتها.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. في روايات أهل البيت هذه الآيات تخاطب شيعة علي، تخاطب الذين آمنوا بعلي، روايات عديدة وروايات كثيرة عن المعصومين تبين معنى هذه الآية بأنها مخاطبة لأتباع علي، للذين آمنوا بعلي، وهي في نفس السياق السابق. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي صدورهم بما يجري على أعداء علي، ويشفي صدور قوم مؤمنين بما ينالونه من النصر، ويذهب غيظ قلوبهم. وأعتقد أن الآيات واضحة من الجهة اللغوية، لا تحتاج هذه الآيات أن أقف عليها لأشرح المعاني اللغوية للكلمات. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هاتان الآيتان على نفس السياق السابق، لأن الآية السابقة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، والآية التي قبلها وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في الدين فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، والآية الرابعة بعد العاشرة قاتلوهم على نفس النسق، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب غيظ قلوب المؤمنين، الغيظ الذي أصابهم بسبب هذه الخيانة. الغيظ هو ما يصيب القلب من الألم الشديد، من الأذى الشديد، من الحنق الشديد، مما جرى من الزبير وطلحة ومن أمثالهم، وكيف غدروا، غدروا غدرة واضحة، خالفوا فيها أحكام الدين وحتى الأعراف العامة وحتى الذوق العام. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. آخر آية أقف عندها، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الآيات التي بهذا اللحن ولما يعلم الله، هل أن الله بحاجة أن يعلم أن تحدث هذه المعارك حتى يعلم بحال الناس؟ قطعا اللحن في هذه الآيات المراد حتى يعلم الأنبياء السابقون، فالأنبياء السابقون مشرفون على هذه الأمة، يطلعون على أحوالها حتى تعلم الملائكة، الملائكة الموكلة بشؤون العباد، حتى يعلم المؤمنون الموجودون على الأرض الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمان، وحتى يعلم المؤمنون الذين سيأتون من بعد ذلك كي يتعظوا ويعتبروا. أم حسبتم أن تتركوا هكذا من دون امتحان؟ قانون الامتحان قانون جار في سورة العنكبوت في أولها، هناك تصريح بهذا القانون العام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا قانون عام لا بد أن يجري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الفتنة جارية، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا العلم هنا ليس هناك من حاجة لله إلى أن يعلم، وإنما المقصود حتى يظهر في الواقع العملي ماذا تفعله الأمة وماذا يفعله الناس.
حتى يظهر فعليا وعمليا في الواقع الخارجي. الأنبياء السابقون يرون ذلك، الملائكة، المؤمنون الذين عاصروا الأحداث، والمؤمنون الذين سيأتون بعد ذلك. أم حسبتم أن تتركوا من دون امتحان؟ لابد من هذه الفتنة. أنتم الآن في مواجهة قوم، هؤلاء ماذا فعلوا؟ الآيات بيّنت، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. هناك نكث للأيمان وهناك طعن في الدين، ثم ماذا؟ وهموا بإخراج الرسول. وقلنا ربما المراد بإخراج وصي الرسول، وهم بدأوكم أول مرة. ثم تقول الآيات قاتلوهم يعذبهم الله، إلى أن تقول الآية أم حسبتم أن تتركوا. ولما، لما هنا بمعنى لم، أم حسبتم أن تتركوا، ولم، لما بمعنى لم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، والعبرة أين تكون؟ في نهاية الآية، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما المراد من الوليجة؟ الوليجة تأتي بمعنى البطانة. البطانة يعني المجموعة التي يختص بها الإنسان فيعطيها سره، وهي تعطيه سره أيضا. خواص الإنسان، قد يكون شخصا واحدا، قد يكون أكثر من شخص. الوليجة شخص أو مجموعة أشخاص تكون لنا بهم علاقة خاصة جدا، بحيث نطلعهم على أسرارنا ويطلعونا على أسرارهم. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. من هم المؤمنون المذكورون في هذه الآية؟ أعود إلى كلمات أهل البيت لنرى ماذا أخبرونا وماذا حدثونا في معنى هذه الآية. هناك مجموعة وفيرة من الروايات في كتب التفسير في بيان معنى هذه الآية، أقتطف بعضا منها. هناك رواية رواها شيخنا الكليني في الكافي عن إسحاق ابن محمد النخعي قال حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال كتبت إلى أبي محمد، كتبت إلى أبي محمد يعني إلى الإمام الحسن العسكري، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سؤال، رسالة أسأله عن الوليجة، ما معنى الوليجة في هذه الآية. كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة، وهو قول الله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. كتب هذا السؤال وقلت في نفسي لا في الكتاب. يعني هناك سؤال كتبه عن معنى الوليجة، وفي نفسه كان سؤال يتردد لكنه ما كتبه. وقلت في نفسي لا في الكتاب، من ترى المؤمنين ها هنا في هذه الآية؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. سفيان ابن محمد يقول كتبت إلى الإمام العسكري أسأله عن الوليجة، وكان هناك سؤال يتردد في داخلي، من هم المؤمنون في هذه الآية؟ وما كتب السؤال؟ فرجع الجواب، الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر، أنك تقيم إماما بطانة وليا من دون ولي الأمر، فتعود إليه. الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر، والرسالة مستمرة، وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم،
هذا إجابة عن السؤال الذي لم يكتب. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله، يعني يعطون الأمان للخلق فيجيز أمانهم. معنى المؤمنين بهذا المعنى هنا في الآية. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. ولذلك عندنا رواية جميلة ينقلها الشيخ العياشي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: بايعني يا رسول الله. يريد أن يبايع رسول الله على الطاعة والاتباع. قال النبي: على أن تقتل أباك، أبايعك بهذا الشرط. قال: بايعني يا رسول الله. قال: على أن تقتل أباك. قال: فقبض الرجل يده، سحب يده ثم قال: بايعني يا رسول الله. هو يريد أن يبايع، فقال له: على أن تقتل أباك. فقال الرجل: نعم، على أن أقتل أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما. لكن هذه بيعة، هذا عقد، هذه معاهدة، لابد أن تكون القلوب نقية بهذا النقاء. إنا لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما. الرواية عن ابن أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، يخاطب الشباب لأن الشباب يبتلون بهذا الأمر، يخاطب شباب الشيعة: يا معشر الأحداث، الأحداث يعني الشباب، يا معشر الشباب، اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، لا تأتوا الرؤساء، هؤلاء الذين يترأسون وتكون لهم الزعامات، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، لأنكم إذا تبعتموهم وهم رؤساء ربما تغرون وربما يغرونكم. لكن انتظروهم حتى يصيروا أذنابا، الدنيا قلابة والأيام حول قلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا ما تقلبت الأيام، تقلبت الأحوال، فانظروا إلى أحوالهم حين يكونوا أذنابا. ربما وهم في بهرجة السلطة تكون لهم من المظاهر ومن التزويقات ومن الأمور ما يخدع الناس، لكن انتظروهم حتى يصيروا أذنابا، وحينئذ تتكشف الحقائق. يا معشر الأحداث، اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله. ثم الإمام يقول: إنا والله خير لكم منهم، ثم ضرب بيده إلى صدره. إنا والله خير لكم منهم، خير لكم من كل الاتجاهات، من كل المجموعات، من كل الزعامات، من كل التحزبات. لأن الإنسان إذا تحزب وانتمى إلى حزب على سبيل المثال، وكان مقياس الحسن والقبح ومقياس القبول والرد للأفكار، للعقائد، للأشخاص، مقياس التقييم على أساس المصالح الشخصية لقادة الحزب أو على أساس المصالح الخاصة للمجموعة الحزبية، الإنسان هنا قد اتخذ من هذا الحزب وليجة من دون الله ومن دون رسوله ومن دون الأئمة. لأما يشيرون إلى هذه القضية، الإنسان إذا تعلق بشخص ما أيا كان هذا الشخص، عالما، فقيها، محدثا، طبيبا، أستاذا في الجامعة، شيخا لعشيرة، تاجرا كبير، مديرا في مؤسسة،
في أي مكان، إذا الإنسان ارتبط به وجعل موازين التقييم وفقا لموازين تقييم هذا الشخص، لآرائه الشخصية، لمزاجه، لمذاقاته، لما يريده هو، لمصالحه، فقد اتخذ من دون الله ومن دون رسوله ومن دون الأئمة وليجه. وهذا هو المرض الذي أصيب به أعداء أهل البيت حين تركوا عليا، فقد اتخذوا من دون علي وليجه. كيف اتخذوا من دون علي وليجه؟ أن جعلوا ميزان التقييم وفقا لميزان التقييم عند أولئك الذين خالفوا عليا. وهذا الأمر ينطبق على الجميع، هناك علي وهناك غيره. إما أن تكون موازيننا موازين علي، سواء كنا من الشيعة أم من غير الشيعة، فتلك هي الموازين الحق. وإما أن تكون الموازين ليس بموازين علي، فحينئذ تلك الموازين موازين باطلة، سواء كنا من الشيعة أو من غيرهم. القضية ليس في الأسماء والمسميات، وليس في الانتماءات الاجتماعية أو البلدية أو المدنية، القضية في الاجتماع القلبي. الإنسان حينما يميل قلبه إلى جهة ما وهي تحمل موازين للتقييم، موازين للتقييم للأفكار، للعقائد، للقوانين، للأحكام، للأشخاص، للجهات، الحياة لا يمكن أن تسير وأن تجري الحياة من دون أن تكون هناك موازين للتقييم. الإنسان الآن لا يستطيع أن يعيش داخل أسرته ما لم يكن هناك ميزان للتقييم داخل الأسرة، ميزان للتقييم في كل شيء، حتى في الطعام، في الشراب، في التعامل مع العائلة، مع الأطفال، مع الأولاد، مع البنات، مع الزوجة، مع الأرحام، مع أثاث البيت، مع مصروف البيت. الإنسان بحاجة إلى ميزان، في أسرته الصغيرة بحاجة إلى ميزان. فكيف الحال مع العقيدة وما يتفرع عنها؟ العقيدة والأفكار وأهل العقيدة وعلماء العقيدة وما يتفرع عن ذلك من شيء كثير، شؤونات كثيرة. فما هو ميزان التقييم الذي نستعمله؟ هل هو ميزان علي؟ إذا كان الميزان ميزان علي، فإننا لم نتخذ من دون الله ورسوله ومن دون علي وليجه. إذا كان الميزان هو ميزان حزب من الأحزاب، مجموعة من المجموعات، جمعية من الجمعيات، منظمة من المنظمات، ميزان شيخ عشيرة، ميزان رجل أعمال، ميزان كاتب، مفكر، فقيه، فلان 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 وإلى آخره، إذا كان الميزان يعود إلى هذه الجهات، إلى هؤلاء الأشخاص بنحو شخصي، بنحو خاص، فإننا قد اتخذنا من دون الله ومن دون رسوله ومن دون علي وليجه. وتلاحظون الآيات كلها مصبها في علي، ولذلك السياق مع هذا التفسير يكون سياقا واضحا أن الآيات تدور حول علي. قد يقول قائل بأنه في الروايات هناك ما جاء يشير إلى أننا لا نلتزم دائما بوحدة السياق، ولكن هذا ليس في الأفق اللفظي، في الأفق العبائري. صحيح هناك في الروايات إن الآية ربما يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر، هذا في أفق من آفاق التفسير، لكن يبقى السياق هو الأصل، وحدة السياق هي الأصل، خصوصا إذا كان الكلام في الأفق العبائري، في الأفق اللفظي، في الأفق اللغوي الأول من آفاق الآيات القرآنية. يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، رؤساء من جميع الأصناف، دعوهم حتى يصيروا أذنابا وانظروا ماذا سيفعلون حينئذ. لا تتخذوا الرجال، لا تنصبوا رجالا حججا دون الحجة التي نصبها الله، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله. ثم يقول الإمام: إنا والله خير لكم منهم، تمسكوا بنا، تمسكوا بمحمد وآل محمد.
ثم ضرب بيده إلى صدره وهو يقول: إنا والله خير لكم منهم. في زماننا هذا التمسك أين يكون؟ التمسك العقائدي والقلبي والانتظار لإمام زماننا، أما في الواقع العملي فهو التمسك بالكتاب والعترة. وكيف نتمسك بالكتاب والعترة؟ التمسك بحديث أهل البيت، التمسك بموازين أهل البيت الموجودة في حديثهم. رواية أخيرة أكتفي بها وأختم الحديث، الرواية عن أبي الصباح الكناني، قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الصباح، إياكم والولائج. الولائج يعني الجهات، الأحزاب، المجموعات، توجهات المختلفة، الكيانات المختلفة، إياكم والولائج. انظروا في هذه الولائج، ما هو ميزانها؟ ميزانها ميزان علي حقيقة لا لفظا ولقلقة. إياكم والولائج، فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت. طاغوت يعني يعبد من دون الله. إياكم والولائج، فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت. لذلك الآية ماذا قالت عن طلحة والزبير؟ قالت عنهم بأنهم أئمة الكفر. لماذا؟ لأنهم اتخذوا أنفسهم وأهواءهم وليجة من دون علي. والمعاني واضحة، آيات القرآن يشد بعضها بعضا، وكلمات المعصومين تأتي مع القرآن منسجمة في غاية الانسجام وفي غاية السلاسة وفي غاية الاسترسال، ليس هناك أي تكلف في بيان المعاني. بينما لو رجعنا إلى كتب التفسير لوجدنا أن المفسر يقفز من هنا إلى هناك ويقفز من هناك إلى هنا، ويحاول بشتى الوسائل والسبل أن يرقع المعاني ترقيعا، وأن يقحم الأمور إقحاما، وأن يحمل الألفاظ أكثر مما تتحمل، وأن يذهب إلى استعمال أساليب الكنايات البعيدة والمسامحة في اللفظ وإلى غير ذلك من الأساليب ومن شتى الطرائق التي يتعامل معها المفسرون بعيدا عن روايات أهل البيت. لكننا حين نعود إلى روايات أهل البيت نجد أن المعاني واضحة سلسة، المعاني جزلة بينة، والمطالب تأتي متسلسلة ومتسارعة. الآيات تكون واضحة والروايات تكون أوضح حين تتعانق مع هذه الآيات الكريمة. لذلك أقف عند هذه الآية، والآية صريحة وواضحة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. في هذا الشهر الشريف ندعو الله سبحانه وتعالى ونسألكم الدعاء يا أحباب علي وآل علي، أن نوفق في أن لا نتخذ من دون الله ومن دون رسوله ومن دون علي وليجة في حياتنا وحتى مماتنا بمحمد وآل محمد. وأعيد الكلام إليك يا محمد. أحسنتم شيخ، طيب الله أنفاسكم وأسمعكم. تعودنا أنه مسك الختام يكون عندكم سماحة الشيخ. أختم حديثي بالدعاء الذي أختم به المجلس في كل يوم من أدعية شهر رمضان المبارك: إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر
إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمحمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين. أخوتي أخواتي في كل مكان، حديث آل محمد لم ينتهي بعد، وأعتقد قصائد السيد خالد لم تنتهي بعد، وحديث السيد مؤيد الحسيني له مدار طويل إن شاء الله. تنويه بسيط، قناة المودة مستمرة بعرض الأوقات الشرعية للإفطار والإمساك لمدينتي لندن والنجف الأشرف. في داعة الله نسألكم الدعاء جميعاً.